When he was thrown in the well, or locked in the dungeon, betrayed by his own flesh and blood, convicted of what he did not, handsome Yusuf sighed, Allah is enough for me. Handsome Yusuf sighed, Allah is enough for me. Taken in as a slave, made to work night and day, resisting all temptation, Allah is enough for me. Until the king had a dream, many hard years had gone by, patience and repentance, Allah is enough for me. Till the fortunate day, there he sees his father in the land of content. Allah is enough for me. Handsome Yusuf cried, Allah is enough for me. Every night brings a new day, Allah alleviates all pain. Everything has its end, Allah is enough for me. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. بدأنا بسم الله وبالصلاة الله على رسول الله وآله الأبرار. Begin with بسم الله and with صلاة الله upon رسول الله and his righteous family. بدأنا بسم الله وبالصلاة الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. تبلوا بالقليل من القليل، تبلوا بالقليل من القليل، وهي الزاد للسفر الطويل، وهي الزاد للسفر الطويل. وطاعته غنى الدارين فالزم، وطاعته غنى الدارين فالزم. وفي غنى
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا